ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم ماستر كوش أسوكا حسن. دائما إخواني أخواتي الكرام، بخصوص الموضوع ديال المهارات النائبة، يعني السؤال تيجي أشنو هما المهارات النائبة كوتش؟ المهارات بأنه بالدرجة الأولى هي مهارات غير تقنية، يعني غير تخصصية، يعني بحال تنقول لك مثلا كما يتعلق واحد عنده يعني خبرة في وعنده تخصص مثلا في الكونتابيليتي، دونك هذا تسمى من المهارات التقنية. اما من تنتكلموا على المهارات الناعمه او اللينه ولي سوفت سكيلز، هو اللي تتخلي ذاك الفرد او ذاك الشخص باش يتفاعل يعني بواحد الفعاليه مع البيئه ديالو، باش يتفاعل مع الاخرين. وهاد المهارات راه في واحد المجموعه ديال المواضيع اللي هو التواصل، اداره الوقت، حل المشكلات، اتخاذ القرارات، القياده، التفكير، التحفيز الذاتي، التعاون، تطوير الذات، القدره على التكيف، كاع هاد لو شونجمون اللي تنشوفوه وتنعيشوه يعني في هاد الوقت. دونك هذا نقدروا نسميوه كمسمى ديال التعريف ديال المهارات النائمه.